نصيحة لنا جميعا وغدا عرفة. الحجيج ما يعني أسأل الله القبول، اللهم هم يقفون هذا المشهد العظيم، نعم. أسأل الله، وهم وفد، نعم، إلى الله عز وجل، أسأل الله، نعم، عز وجل أن يتقبلهم جميعا وأن، نعم، يعتق رقابهم، نعم، من النار، نعم، وأن يعتق رقابنا معهم. اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم بما تنصحنا شيخي الكريم. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. نصيحة أولا لمن لم يقدر له أن يحج إلى بيت الله الحرام ولم يقف بعرفة، اللهم ارزقه وارزقنا الحج إلى بيتك الحرام. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل السنة لهؤلاء أن يصوموا يوم عرفة، والنبي بيّن أن صيام يوم عرفة يحتسب على الله أن يكفر سنتين من الذنوب، سنة ماضية وسنة قادمة. فالإنسان في يوم عرفة يصوم ويستمر في ذكر الله سبحانه وتعالى، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك لا شريك له، وأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. ليس معناه أنني لم أذهب إلى عرفة أنني أجلس يعني في معاصي الله سبحانه وتعالى. هذا يوم وخير يوم، يوم طلعت فيه الشمس، فهذا في يوم عرفة. فإن كان الحجيج على عرفة فنحن معهم بقلوبنا على عرفة، وتهفو قلوبنا إلى الحج، فإن شاء الله نؤجر بهذه النية، فنشارك وجدانا هؤلاء الواقفين على عرفة، نشاركهم وجدانا وإحساسا وصياما لنأخذ الأجر بإذن الله رب العالمين. أما هؤلاء الواقفين على عرفة فهم في خير بقاع الأرض، وهم في خير يوم طلعت فيه الشمس، وهنيئا لهم وقوفهم بعرفة. فليكونوا على طاعة، وكما كان النبي عليه الصلاة والسلام على طاعة، في طوال النهار ذكر لله سبحانه وتعالى وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، وبكاء بين يدي الله سبحانه وتعالى، وخشوع بين يدي الله سبحانه وتعالى، وقراءة قرآن وأذكار. لكن لا ننشغل في يوم عرفة لا بكلام ولا بلهو، كما ينقل إلينا أن بعضهم يلهو في يوم عرفة. النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلاة عرفة وخطبة عرفات وصلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا، فإنه ركب الناقة ناقته القصواء ووقف متجها إلى القبلة أسفل جبل الرحمة، ولم يصعد جبل الرحمة، وقال وقفتها هنا وعرف كلها موقف، وأخذ يدعو الله سبحانه وتعالى حتى غابت الشمس، لم يتكلم مع أحد إلا من يسأله عن سؤال، ذاكرا لله، داعيا له، خاشعا له، متضرعا له، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فنسأل الله أن يتقبل حج الحجيج وأن يرزقنا الحج إلى بيته الحرام. اللهم أمين. اللهم أمين. أمين يا رب العالمين.